هنا بخير وديرة العز في خير دولة قطر تصعب على من بغاها الله خلقنا فيه. حربت من جبران يا سلام شوط الحيل اقوى اشواط الحيل براشد بن ملحان ولكن بن سعد حربه وايضا بن جبران وايضا هناك ايضا القادم بن الدعيه ولكن نعود الى سحابه سعد سحبت الشوط الرئيسي سحبت الشوط الحساس خزامه وسحابه وحربه ولكن سحابه بن سعد اقوى اشواط الحيل في المحل الثاني سحبت الناموس سحبت الشوط الرئيسي تهانينا لمالك سحابه مبارك بن راشد بن سالم النابت مع الشوط الرئيسي تهانينا والناموس المركز الثاني خزامه مقدمة وبنسلم وبنقول الله سعود بن سلعان في المتابعة سعود بن سلعان في متابعة مستحيل ماذا أنت فاعل يا بن سلعان بهذا الأداء الكبير بهذا العرض المميز وبدون أي تعليمات وبدون أي أوامر ينفرد انفراد كل مشاهدينا الكرام سلام مستحيل سلامنا لسعيد بن علي بن سعيد بن علي المري وسلام سلاماتنا أيضا وتحياتنا لسعود بن سلعان على هذا الأداء الكبير على هذا العرض المميز تهانينا والناموس مشاهدينا الأفاضل على هذا الفوز وفوز مستحيل بالشوط الأول بدون أي أوامر وبدون أي تعليمات تهانينا والناموس لفهد بن علي بن سعيد المري أم المركز يا انطلق من جهويل مع انجاز انجزت انجاز شعار السندباد يتواجد يعبر الى بوابة الناموس مع هذا المسار الاخير مع الكادر الفوقاني عبر شاشة قناة الريان على الهواء مباشرة Good morning صباحك خير يا القمرة سندباد قطر يتواجد ويعبر ويسلم هذا هو حمد بن محمد بن جهويل المتابع المشاغب يشاغب في هذا الشوط ينجز مع إنجاز تهانينا والناموس لسندباد قطر على هذا الفوز المستحق مع هذا الشعار العملاق ومع إنجاز تهانينا والناموس يقدم مروح مع ثاني المراكز الله قادم بإنجازاته في هذا الموسم أيضا في هذا الاستعداد الأولي ينطلق مروح هنا مع ثاني المراكز ولكن أعود إلى البداية أعود مع مغير منطلق العوامي مشاهدين الكرام الله ما طاح هناك مغير وينطلق على الصدارة والبداية مغير لحمد بن ناصر بن حمد العوامي ينطلق بالبداية والصدارة ويظفر بناموس هذا الشوط مع هذا الانطلاق المميز تهانينا والناموس لحمد بن ناصر بن حمد العوامي على فوز مغير هنا مع لحظة الوصول لحظات الفوز والانتصار مشاهدين الكرام مع مغير ثاني المراكز وصل سلمان بن ناصر بن سعيد العيدة وما زالت أمور البداية مع منوع البداية منوع المقدمة وعلى الصدارة وما زالت أماني بن قريع مرافقة لمنوى المتواجدة على المركز الأول عتيق بن حمد بن قريع المري يا لبرودة أعصابك يا فران بدون أي توامر بدون أي تعليمات في رصيدها أيضا سيارة في رصيدها إنجازات حافلة هذه البطلة الحاضرة في تواجد الصدارة مقدمة أيضا لجماهير هذا الشعار العرض المميز بدون أي تعليمات عصاتها راك دوامنا شكرا يا فران بن محمد بن قريع لك التهنية على فوز منوى واختطافية لنقطة هذا الشوط المركز الثاني كان الوصول من قبل ولا
لكن مقدام 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 يا مقدام. شوفوا الثلاثة، شوفوا الثلاثة اللي أيضا مسوي الهجوم في هذه اللحظات مع هذا القدوم. يا سلام يا سلام مقدام، ولكن أرى هنا شعار السناري، شعار السناري. يا سلام يا السناري مع شاهين حسن بن عبيد بن علي السناري، حسن بن عبيد بن علي السناري. يا سلام على هذا، وأحسنت يا حسن على هذا الأداء الجميل، أداء شاهين. سلام يا شاهين، واللي بغيت السبق متواصل من رحل شاهين وعياله. يا سلام يا شاهين، يا سلام يا شاهين على هذا الأداء وصاحب سيارة. في ختام مهرجان الشحانية ولكن نعود إلى البداية، نعود إلى المقدمة وإلى الصدارة، إلى هوايل، هوايل التحدي مع هوايل والانطلاق مع هوايل. يا سلام يا هوايل، هوايل للسيد علي بن راشد بن علي الأدهم المري، ينطلق في الصدارة في المقدمة وفي المركز الأول، ويريد أن ينتزع هذا الناموس. إذن مشاهدين الأعزاء، هذه هوايل تنتزع هذا الفوز، تنتزع هذا الناموس المميز في الأمتار الأخيرة. قامت الشوط راس وانهت الشوط راس. سلام لهوايل، سلام سلام لمالكها علي بن راشد بن علي الأدهم المري. تهانينا والناموس على فوز هوايل ولحظة الوصول والعبور إلى خط النهاية. تهانينا وألف مبروك. المركز الثاني مياسة سعود بن صالح بن حمد القمرة، وثالث ولا مبدع الخمسمية متر الأخيرة الخطيرة. مبدع وغازي كلها نحصيهم في البطن، كلها نحصيهم في البطن. عصاهن ما دارت ولكن مبدع تغير، مبدع انطلق مع البداية. غازي تحرك، غازي ولا مبدع، غازي ولا مبدع، غازي ولا مبدع. الله اللحظات الأخيرة، اللحظات المجنونة. غازي ومبدع، غازي ومبدع، مبدع يبي يبدع، غازي يبي يروح بالناموس. الله مبدع 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 مع البداية، مبدع في هذا الصباح الجميل. سلام يا راعي مبدع على هذا الفوز الكبير. سلام مبدع، سلام، أسعد الله صباحك يا راعي مبدع على هذا الفوز الكبير. تهانينا بدأ يقدم لنا سلابة على المركز الأول بينما ثاني المراكز أتابع التقدمهن من هول. الله 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 الله، حمد بن محمد بن سالم الجهويل وصلت على المركز الثالث، بدأت تتقدم. مشاهدينا متابعينا الكرام، أتابع هناك أيضا وهج محمد بن سعيد بن محمد الغسل. الله يا سلام، أتابع المنافسة هنا مع الأجواء النهائية ثلاثية والأروع مع هذه الأمتار الذهبية. يا سلام يا سلام يا سلام، ولكن وهج وهج وهج، ومن هناك هول. من الرابح في هذا الشوط؟ خط النهاية هو الفيصل، ولكن أتابع هول غيرت الصدارة هناك مع الأمتار الذهبية. تهانينا لحمد بن محمد بن سالم الجهويل. ايضا مع الصدارة الغزيل، الغزيل مع صدارة الشوط، وليد بن محمد بن ابراهيم السيد. من يقدم لنا الغزيل؟ شعار يريده حمد الزرعي في المتابعة. من يتابع لنا هذا الشعار مع المركز الاول وصدارة هذا الشوط؟ من يقدم لنا الغزيل في هذا المسار المتميز، في هذا المسار الرائع؟ ولكن بن حنزاب مع المركز الثاني يقدم لنا ايضا احد الاسماء الكبيرة، ولكن الغزيل خلاص خلاص. الغزيل مع الصدارة مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط. سلام لغزيل، سلام سلام السيد، شعار أريده وغزة مع المركز الأول. تهانينا والناموس الوليد بن محمد بن إبراهيم السيد، ومشكور يا الزرعي على هذا الأداء اللي تقدمه غزة مع المركز الأول، وسعد الله صباحك المركز الثاني. ويا
حمد بن عبد الهادي بن محمد بن مبارك بن نايفة خطير أيضا هنا في هذه اللحظات القادم في هذه اللحظات مذيار أيضا تصل ولكن نعود إلى الشاهينية وانطلاقة الشاهينية على الصدارة سالم بن محمد بن فهد بن سالم بن دخيل الله مذيار تصل مع هذه اللحظات الله يا بن نايفة قادم مع مذيار الشاهينية ومذيار اللحظات الأخيرة خط النهاية هنا مع الشاهينية الشاهينية تظفر بالشوط الرئيسي ولكن مذيار بن نايفة قادم خط النهاية اللحظات الأخيرة الشاهينية تهانينا وناموس لسالم بن محمد بن فهد بن سالم بن دخيل الله على فوز الشاهينية وانتزاع يا ناموس هذا الشوط الكرام من يتابعون ويضمرون ويغفون خلف هذا الشعار بطل الملاكمة محمد بن سالم وإخوة بخيت عنتر من الجيل الجديد ومن الهاوين والعاشقين لهذا الموروث ولهذا التراث مقدم لنا الذيب باندفاعته على البداية وعلى المركز الأول خاطفا هذه النقطة الثمينة خاطفا وسجلا النقطة الثانية في هذا الموسم وفي سباقنا المحلي الثاني سلام الذيب سلام وتحية يا ولد الذيب هذا من الانتاج الشخصي غالي عند بن كحيز بهذا الانطلاق الغالي وبهذا الأداء الكبير الثاني والتبريكات المركز الثاني وين الثاني وسويت الذيب اللي قادم سلهود المبارك بن محمد بن ناصر الخليفة ولكن نعود إلى المقدمة نعود إلى الصدارة الله هذا الشوط شوفوا الشاهينية راعية العوايد راعية النواميس اللي سجلت اسمها بحروف من ذهب وانتزعت أيضا رمز وانتزعت أيضا سيارات في رصيدها المليء بالإنجازات بدون أي تعليمات تذكر عليها نشاهدها ما شاء الله تبارك الله على هذا العرض الممتاز ما شاء الله على هذا الأداء الجميل غالية بأداها وغالية عند مالكها وناموسها عن ناموسين وناموس يا أبو سالم بارك بسالم الخجيم يستاهل الفوز على هذا الناموس وساعة وصولها إلى خط النهاية معلنه الفوز والناموس المركز الثاني وصلت الذيب ولكن المعركة مشاهدين الأعزاء ما بين البسوس وهنا أيضا ولاية والبسوس في معركة طاحنة عن اختطاف الناموس المميز الناموس وين التحية وين هنا البسوس على الصدارة البسوس على المقدمة لغانب بن حسب محمد الجفال النعيمي وولاية تحاول في الأمتار الأخيرة ناصر بن صالح بن ناصر العطية ولكن البسوس مشاهدي الأعزاء تحسم هذا الشوط من صالحها ومن صالح هذا الشعار المميز تهانينا لغانب بن حسب محمد الجفالي النعيمي على فوز البسوس بالمركز الأول ولحظة الوصول والعبور إلى خط نهاية تهانينا وألف مبروك المركز الثاني شعار الشراب مع سلام الله يا الفارس مع المركز الثاني قادم الفارس لا محالة قادم الفارس زايد بن محمد بن زايد الخيارين ولكن ما شاء الله تبارك الرحمن طار الشبل طار يا بن بريكان ما يحتاج أوامر سلام الشبل سلام تحية واحترام لهذا الشعار ولمالك الشبل على هذا العرض المميز الشوط الرئيسي يذهب معك يا ابن بريكان في هذا الصباح المميز سلام يا رب يا ابن بريكان سلام على هذا الفوز الكبير تهانينا والناموس لمالك الشبل محمد بن سالم بن بريكان المري على هذا الفوز الكبير
أول وصول لليمامة محمد بن راشد بن حسن الجفال النعيمي وصلت مشاهدين الكرام، ولكن سرعان ما التغيير من العنود. الله محمد بن بخيت بن حمد بن قريع، ولكن هناك أيضا التواجد من غزوة، التواجد أيضا من اليمامة، والوجود أيضا الكبير هناك من العنود والواصلة في هذه اللحظات مشاهدين الكرام. الله يا عزامة من الرابح في الشوط، ولكن غزوة 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 غزوة. الله 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 الله، بدلت الموازين مع الأمتار النهائية. هذه غزوة أحمد بن خليفة بن عبد الله العطية، العطية مع غزوة، العطية مع غزوة. سلام غزوة سلام، مشكور يا العطية اللي قدم هذا الاسم. تهانينا والناموس مشاهدين الكرام لأحمد بن خليفة بن عبد الله العطية الذي خطف ناموس. مع المركز الأول ركز يا أبو سالم، مع الصدارة، مع صدارة الشوط. المركز الثاني، المركز الثاني عز علي بن عبد الهادي بن حمد الغفراني المري، ولكن بتاع خلص الامور، راح مع الصداره. ما شاء الله على هذا العرض الصباحي المتميز، عرض ولا اروع يقدم لنا بتاع مع الامتار المجنونه، الامتار الاخيره. سلام بتاع سلام، سلام بتاع سلام على هذا الاداء المتميز، ومشكور يا الغفراني مع هذا الشعار المتميز، ومشكور يا ابو سالم من تتابع لنا بتاع. أسعد الله صباحك على هذا الفوز وهذا الانتصار. ها هو بتاع مشاهدين الكرام يختطف ناموس هذا الشوط محققا الانتصار والفوز، بينما المركز الثاني من وصل معه.